السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هنتكلم النهاردة في الفاست ألجوريزم. ده تكنيك برضو زي الهارس كده، بنستخدمه إن إحنا نجيب الانترست بوينت من الإيمجز بتاعتنا أو بنجيب الكورنرز. وخد بالك إن الصورة بيكون فيها فيتشرز كتير، يعني مش جاست إن هي كورنرز وفلات ريجون. وفلات ريجون دي ما تعتبرش فيتشر أو إيدج، يعني هو إيدج يا كورنر، بس في طبعا فيتشرز تانية زي الهيستوجرام وغيره يعني. فهنا هنتكلم في الفاست الجوريزم اللي هو اختصار لفيتشرز فروم اكريديتد سيجمنت تيست. ده الجوريزم اتعمل شخصين عملوه، يعني واحد اسمه روسون والتاني اسمه درومون. وظيفته ان هو بيجيب لي الانترست بوينت من الصوره، بيجيب لي البكسلز اللي بتكون موجوده في الصوره اللي بيكون فيها الماكسيمم انفورميشن ان انا اقدر استخدمها واعمل مثلا ماتشنج ما بين صوره وصوره، او اعمل اوبجكت ريكوجنيشن، او اعمل تراكنج. وزي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات ان ده بيكون اسرع من الهارس كورنر ديتكشن، لان هو بيكون مبني على الجوريزم ماشين ليرنينج وهو الديسيشن تري. وطبعا هنتعرف على الجوريزم الثانيه بتعمل نفس الموضوع، المرافق. المرافق ده مش هنتكلم عنه لان هو مش بيتم استخدامه اصلا، ودوت كان تم اكتشافه قبل الهارس كورنر ديتكشن، وبعد كده الهارس بنى على الالجوريزم دوت وعالج المشكله اللي كان بيقع فيها المرافق. المرافق مشكلته ان هو كان بيجيب لي الكورنرز وكان بيجيب لي زي نويز معاها، يعني ما كانش بيطبق ان الماكسيمم سبريشن. وفي برضو الجوريزم تاني بيعمل نفس الموضوع ده اسمه سوزان كورنر ديتكتور، ده برضو هنتكلم عليه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وهنا بيتكلم ان الفاست الجوريزم بيكون كويس جدا جدا زي ما انا قلت كده في موضوع الريال تايم ديتكشن، وبيستخدم في ابلكيشنز كتير زي مثلا الاس ال اي ام، ده برضو الجوريزم هنتكلم عليه قدام شويه. طيب تعالوا بقى نشوف الفيتشر ديتكشن يوزنج فاست. ايه الفكره؟ الفكره ان انا بيكون عندي صوره زي الصوره اللي قدامي دي، فانا باخد بيكسلز او باخد زي ويندو كده من الصوره دي وهنعمل على زوم ان، فهي دي الصوره. الصوره دي مجموعه البيكسلز دي بتمثل المربع اللي احنا خدناه من هنا. فالفكره هنا ان احنا بناخد بيكسل في النص اسمها بي مثلا، هم سموها بي. فالانتنسيتي بتاعت البيكسل اللي هي بي باخد حواليها كده 16 بيكسل. ال 16 بيكسلز دول ابدا بقى اخدهم واعمل مقارنه مع البيكسلز دي، يعني البيكسلز دي احنا عارفين ان كل بيكسل بيكون ليها قيمه، فال 16 بيكسل اللي احنا هناخدهم في الدايره اللي قدامنا دي ابدا بقى اقارن البيكسلز دي، يعني مثلا اخد البيكسل رقم واحد اشوف الانتنسيتي بتاعتها هل هي اكبر من البي ولا اقل من البي. وطبعا بحدد ثريش هولد، يعني مش باخد البي لوحدها، يعني هيبقى بي بلس ثريش هولد قيمه، وليكن الثريش هولد هيكون 25% من ال 16 بيكسلز اللي قدامنا دول او 20% وات ايفر يعني. فالبيكسل اللي في النص دي بلس الثريش هولد هقارنها مع كل ال 16 بيكسل اللي حواليها، والبيكسل ماينس الثريش هولد برضه هقارنها مع كل ال 16 بيكسل، يعني اكني بمسك كل بيكسل من ال 16 بيكسل اللي في الدايره دول واسال نفسي عنها سؤالين. هل البيكسل رقم واحد دي اكبر من البيكسل بلس الثريش هولد اللي هي اللي في النص دي؟ لو قال لي يس اوكي هخش على البيكسلز اللي بعدها اللي هي مثلا الاثنين، لو قال لي نو اسال السؤال اللي عكسه، هل البيكسل اللي هي واحد دي اقل من البيكسل اللي في النص ماينس الثريش هولد؟ لو قال لي يس يبقى كده الشرط اتحقق، لو قال لي نو يبقى اخش على خلاص، يبقى انا كده سالت نفسي سؤالين، يا اما اكبر من البيكسل اللي في النص بلس الثريش هولد، يا اما اصغر من البيكسل اللي في النص ماينس الثريش هولد. ودي سيركل الريديوس بتاعها بيكون 3. هنا بقى هيبدا يشرح الالجوريزم ازاي الالجوريزم ده بيشتغل. زي ما انا قلت اهو، اول حاجه هناخد بيكسل سيلكت بيكسل بي، البيكسل اللي هي في النص دي، هنا ان ايمج اسيوم ذا انتنسيتي اوف ذا بيكسل تو بي اي بي، يعني هنفترض ان البيكسل دي الانتنسيتي بتاعتها هي اي بي اللي هي انتنسيتي بي، يعني هي دي البكسل اللي احنا اخترناها اللي هي تكون الانترست بوينت بتاعتنا اللي احنا هنبدا نشتغل عليها ونشوف هل البكسل دي هي عباره عن كورنر او لا. وطبعا احنا لسه ما اتكلمناش، هنعرف دلوقتي ان ازاي ايه فائده المقارنه دي اصلا، وانا ليه بقارن البكسل دي مع كل البكسل اللي حواليها. تاني ستيب هنا بيقول سيت ا ثريش هولد انتنسيتي فاليو، هنحدد ثريش هولد وليكن 20% من البكسل اللي هي اندر تيست، هناخد 20% من البكسل اللي هي اندر تيست دي ونحددها كثريش هولد، وبعد كده ازودها على البكسل اللي في النص دي، اقول البي بلس الثريش هولد وهيبقى عندي البي برضه ماينس الثريش هولد، وامسك كل بكسل من ال 16 بكسل اللي حواليا واقارنها مع البكسل اللي في النص بلس الثريش هولد وبرضه ماينس الثريش هولد، يعني كانك بتعمل ديسيشن تري، عندك الروت بتاعتك هي البكسل دي والروت خارج منها تو ليف، اول ليف اللي هي لو البي لو البكسل دي اكبر من الثريش هولد هيبقى يس، اصغر من الثريش هولد ماينس سوري اكبر من البكسل اللي في النص بلس الثريش هولد هيبقى يس، لو اصغر من البكسل اللي في النص ماينس الثريش هولد هيبقى
هيبقى يس برضه. يعني انا عايز شرط يتحقق من الاثنين، يا اما البكسلز دول لو اكبر من البي ماينس ثريش هولد هاخدها، هيبقى دي حاجه مهمه بالنسبه لي. والعكس برضه لو هي البكسل دي اللي هي الواحد اقل من البكسل اللي في النص ماينس الثريش هولد برضه هاخدها. انا عايز اي حاجه تتحقق فيهم يعني. انما لو ايكوالز انا مش عايز الايكوال، ما ينفعش. لو دي البكسل اللي هنا الانتنسيتي بتاعتها هو ينفع عادي، لو البكسل اللي هنا نفس الانتنسيتي بتاع البكسل اللي هنا، يبقى دي ما بتدلش على ان هي كورنر. تعالى نتكلم بتفصيل اكتر يعني. بعد كده ستيب رقم 3 بيقول لك ايه بقى، كونسيدر ا سيركل اوف 16 بكسلز، هناخد سرودنج ذا بكسل بي، هناخد 16 بكسلز، هناخد 16 بكسل اللي هم ال 16 اللي احنا حددناهم في دول في الدايره دول، و سرودنج ذا بكسل بي حوالين البكسل البي اللي هي اللي في النص. وهنا بيقول لك ان الدايره دي، الدايره اللي هي بالشكل ده اسمها برزنهام سيركل، والراديوس بتاعها هو 3. لو جينا شفنا البرزنهام سيركل دي شكلها بيكون عامل ازاي، هي دي شكل البرزنهام سيركل اللي هي بتبقى بالشكل ده. دول 16 بيكسلز اراوند ذا بيكسلز ان ذا سنتر، اوكي، اللي هي البي اللي في النص. تمام، تعالى بقى نرجع تاني. خلاص كده عرفنا ان احنا بناخد بيكسل في النص، بنحدد حواليها 16 بيكسل، وببدا اقارن ال 16 بيكسل مع البيكسل اللي في النص زائد الثريش هولد مره ومره ماينس الثريش هولد. تمام، وخلاص عرفنا. نيجي بقى هنا ستيب 3 اتكلمنا فيها. ستيب 4 ان كونتيجوس بيكسل اوت اوف ذا 16 نيد تو بي ايذر ابو فور بلو اي بي، ده انا بتكلم فيه. ان كونتيجوس بيكسلز يعني عدد الكونتينوس بيكسل او عدد ال 16 بيكسل اللي حواليا، او ممكن تاخد اقل بس انت الماكسيمم بتاعك 16. يعني لما تيجي تقارن ال 16 مع البيكسل دول، انت ممكن ما تقارنهمش كلهم يعني مع البيكسل اللي في النص، انت ممكن تاخد اقل من ال 16. تمام، ممكن تاخد 12 مثلا او 10. فهنا بيقول ايه بقى، ان ده عدد البكسل اللي انت هتقارنه مع البكسل اللي في النص، هو عشان يديتكت ان المنطقه دي هي كورنر او لا، لازم يحقق شرط معين. ايه بقى الشرط ده؟ ان عدد البكسل عشان المنطقه، عشان البكسل اللي في النص دي، انا الفكره اصلا ان انا ديتكت ان المنطقه اللي في النص دي عباره عن كورنر. طب عشان اديتكت الكورنر، ان المنطقه دي اعرف ان هي اذا كانت كورنر او لا، فانا همسك البكسل اللي في النص دي واقارنها مع طبعا البكسل اللي في النص زائد الثريش هولد مره ومره ماينس الثريش هولد، واقارنها مع ال 16 بكسل او اقل من ال 16 بكسل. لو كل البكسلز تحققوا، يعني لو كل البكسلز مثلا قالت لي، لو انا اخدت مثلا واحد، لو انا اخدت البكسل رقم 1 والبكسل رقم 5 والبكسل رقم 9 والبكسل رقم 13 وقارنتهم مره مع البي بلس الثريش هولد ومره مع البي ماينس الثريش هولد، لو الثلاثه تحققوا، يعني لو ثلاثه بس تحققوا من الاربعه، لو ثلاثه بيكسلز من الواحد والخمسه والتسعه وال 13 اتحققوا، يعني ايه اتحققوا؟ يعني فعلا البكسل اللي هم دول اللي احنا خدناهم الانتنسيتي بتاعتهم بتكون اكبر من البكسل اللي في النص او اصغر منها. لو اكبر منها او اصغر منها، يبقى المنطقه اللي في النص دي عباره عن كورنر. تعالى نكمل تاني نشوف هو بيقول ايه. ده اللي هو بيقوله، هو هياخد مثلا 16 او ان كونتيجوس بيكسل اوت اوف 16 عدد البكسلز اللي هياخدها من 16 بيكسل اللي هم في الدايره، وبرضه اهو نيد تو بي ايذر ابوف اور بلو اي بي، يعني يا اما البكسل دي تكون الانتنستي بتاعتها ابوف القيمه بتاعت البي بلس الثريش هولد او باي ذا فاليو تي اللي هي تي دي اللي هي الثريش هولد، يا اما اقل من البي ماينس الثريش هولد. اف ذا بيكسل نيد تو بي ديتكتد as an interest point the author have used n equal 12، يعني لو البكسل اللي في النص دي هنقول عليها اللي هي انترست بوينت او هنقول عليها اللي هي كورنر، فلازم تحقق الشروط اللي احنا قلناها. وهنا بيقول لك ان الاوثرز الراجل اللي عامل الالجوريزم ده، لما افترض ان الان عدد البكسل مش هياخد ال 16 بقى، هو جرب 12 اول حاجه، ده طبعا في الفيرست فيرجن بالنسبه للالجوريزم ده. وهو لما جرب ال 12 طلع معاه فعلا ان البكسل اللي في النص هي انترست بوينت، حققت الشرط وطلعت كورنر. تعال نكمل نفهم تفاصيل اكتر عن الالجوريزم. ستيب رقم 5 هيبدا بقى يتكلم في النقطه اللي انا قلت عليها اهو، اللي هو تو ميك ذا الجوريزم فاست، عشان نخلي الالجوريزم ده سريع يعني، هنعمل كومبير، هنقارن الانتنسيتي بتاعت البكسل اللي هي 5 9 او سوري 1 5 9 13 مع البكسل اللي هي في النص اللي هي الاي بي. از evident from the figure above، من الشكل اللي فوق ده، at least 3 of these 4 pixels should satisfy the threshold criterion so that the interest point will exist.
يعني هنا بيتكلم ان هو هياخد البكسل اللي هنا في الرسمه دي، هياخد النقط اللي انا قلت عليها البكسل دي 1 و5 و9 و13 ويبدا يقارنها مره مع البي بلس الثريشولد والبي ماينس الثريشولد. لو 3 من البكسلز دول اللي هم 1 9 13 قالوا او حققوا الشرط اللي هو ان هم اكبر من الانتنسيتي بتاعت البكسل دي بلس الثريشولد او اقل من، ممكن يكونوا اكبر، ممكن 3 بس، لو 3 بس اكبر من البي بلس الثريشولد او اصغر من البي ماينس الثريشولد، لو 3 قالوا يس يبقى المنطقه دي عباره عن كورنر. تعالى نرجع تاني. قال لك خلاص دي هتكون انترست بوينت لو الشرط ده اتحقق. ستيب رقم 6 بيقول ايه بقى؟ بيعيد نفس الكلام تاني، يعني بيقول at least 3 of pixels لو الانتنسيتي بتاعت البكسلز اللي هي اللي في السرودنج بيكسل اراوند ذا سنتر سنتر بيكسل اللي هي البي اللي هي الاي الاي 1 والاي او الانتنسيتي 1 والانتنسيتي 5 و9 و13 لو الثلاثه دول هم ابوف اور بلو البكسل اللي في النص بلس الثريشولد او ماينس الثريشولد يبقى زين بي از لا هو هنا بيقول نوت، يقول نوت يعني مثلا ايه، يعني احنا خدنا حددنا اربع قيم للبكسل اللي هم الواحد والخمسه والتسعه والتلتاشر، لو ثلاثة من دول، لو تلات قيم بيكسل من دول الانتنسيتي بتاعتهم مش بتحقق الشرط ده اللي هي تكون ابوف اور بلو، يعني هي بتتساوى مع الانتنسيتي للبكسل اللي في النص اللي هي بلس الثريش هولد، يبقى المنطقه ديت مش انترست بوينت، مش هتكون عباره عن كورنر يعني، فانا مش هاخدها، هخش على البكسل اللي بعديها وابدا اخد 16 بكسل حواليها عن طريق السيركل بتاعتنا اللي احنا شفناها دي ونبدا نعمل نفس العمليه تاني. وانا بيتكلم اهو خلاص عشان تكون المنطقه اللي في النص دي او البكسل اللي هي الاي بي اللي في النص عشان تبقى عباره عن كورنر فلازم هنا يتحقق شرط عندي اهو else if at least 3 of the pixels are above or below، لو هي القيم لو ثلاث قيم من البكسلز دول حققوا شرط ان هي يا اما اكبر من البكسل اللي في النص بلس الثريشولد او ماينس الثريشولد يبقى دي انترست بوينت وانا هاخدها. بعد كده بعد ما ناخد الاربعه دول مش بنكتفي بكده، لا ده احنا بنروح نكمل بقيه المقارنات مع كل ال 16 بوينت اللي احنا خدناها، لان خد بالك مش معنى ان الاربعه دول تحققوا ان انت حققت منهم ثلاثه بس فانت كده خلاص، لا انت بتاخد بقيه ال 16 بكسل اللي في الدايره بتاعتك. وهنا بيقول لك بقى احنا خلاص خدنا اربعه من ال 16 فهيبقى معانا 12. اقارن بقى ال 12 دول زي ما احنا عملنا بالظبط مع البكسل اللي في النص بلس الثريشولد وماينس الثريشولد واشوف هي بتحقق المعايير بتاعتي ولا لا. بعد كده نبدا ريبيت ذا بروسيجر فور اول ذا بيكسل ان ذا ايمج، هنعمل كل الكلام ده على البكسل اللي موجوده في كل الصوره، في الصوره دي احنا خدنا المنطقه دي اخش على المنطقه اللي بعديها واعمل نفس الكلام وهكذا، هي الفكره كده. اكن عندك بيكسل اللي في النص دي كل بيكسل بيكون لها فيكتور، يعني مش سوري بقى كل يعني الويندو دي هي اللي احنا عملنا على زوم ان خدنا البكسل اللي في النص دي، بعد ما نخلص كل الحسبه بتاعتنا اللي احنا شرحناها دلوقتي على ال 16 بكسل اخش على البكسل اللي بعديها وليكن دي، اعيد نفس الكلام تاني، يعني مثلا كل بكسل البكسل اللي احنا واقفين عليها اللي هي البي اللي في النص دي الفيكتور بتاعها هو البكسل اللي حواليها اللي هم 16 قيمه دول، يعني عايز اقول ايه؟ ان كل ويندو بيكون ليها فيكتور، عشان الفيكتور ده هناخده نعمل له كلاسيفيكيشن دلوقتي باستخدام الديسيشن تري وندخل ال 16 اراوند سرودنج بيكسلز دول اللي هم البيكسل اللي حواليها واشوف هي هتقول ال 16 فيكتور دول لما انا ادخلهم على الديسيشن تري هل هتقول لي تعمل لي كلاسيفيكيشن للبيكسل اللي في النص تقول لي هل هي انترست بوينت يعني كورنر او لا. نرجع تاني ركز معايا عشان الالجوريزم ده يعني مهم جدا، يعني هنيجي بقى نخش هنا احنا فين؟ هنا بيقول ان في شويه ليميتيشنز بالنسبه للالجوريزم ده، ان لما الـ n بتكون او عدد البكسل اللي احنا بناخدها حوالين حوالين البكسل اللي في النص بيكون اقل من ال 12 بيقول ان الالجوريزم يعني ما بيشتغلش doesn't work very well مش بيشتغل بشكل كويس. ليه بقى؟ لان لما الـ n بتكون او عدد البكسل بيكون اقل من ال 12 عدد الـ او هيتم هيقول لي يعني ان هيجيب لي اكتر من انترست بوينت في نص الدايره وهيقول لي ان هي انترست بوينت. يعني انت عندك البكسل اللي في النص اللي احنا بنعمل عليها التست ونقارنها مع ال 16 بكسل اللي حواليها، احنا هنا بنقارن مع 12، طب لو انت هنا العدد بتاعك اقل من ال 12 فانت هنا احتمال كبير ان يقول لك ان في اكتر من انترست بوينت او في اكتر من كورنر في النص، لان انت خد بالك انت هنا انت بتبقى واقف هنا بعد كده لما تحرك البكسل دي تخش على البكسل اللي بعديها فالبي دي هتبقى موجوده هنا كده، يجيب قلم فالبي دي هتبقى هنا كده، فانت بتبدا تقارن البي دي مع برضو 12 بكسل حواليها، فممكن مثلا ده يتحقق وبعد كده البي تبقى موجوده هنا والبي هتبقى موجوده هنا، فممكن كل دول يتحققوا ويقول لك ان كل دول انترست بوينت، فهنا هيبقى عدد الانترست بوينت او عدد البكسلز اللي تم
او الالجوريزم قال لي عليها ان هي كورنرز هتبقى كتير جدا يعني. تاني عيب او تاني ليميتيشنز بالنسبه للالجوريزم ده ان انت لازم يكون عندك 16 بكسل سرودنج ذا ميدل وان، اللي هي لازم يكون عندك 16 بكسل حوالين البكسل اللي في النص عشان تقدر تحدد السرعه بتاعت الالجوريزم ده. فخد بالك ان هنا كومبيوتيشنال تايم عالي قوي، يعني تخيل انت عندك الصوره دي بتاخد منها ويندو، الويندو اللي هي عملنا على زومين دي، وبعد كده تاخد بقى كل بكسل في الويندو دي على حده وتبدا تاخد البكسل اللي في النص وتقارن مع كل البكسل اللي هي في الدايره دي وتشوف هل هم اكبر من او اصغر من البكسل اللي في النص مره بلس الثريش هولد ومره ماينس الثريش هولد. تمام. فهو هنا بيقول ان الماشين ليرنينج ابروتش هاز بين ادد تو ذا الجوريزم تو ديل ويز ذيس اشوز، يعني هنستخدم بقى الماشين ليرنينج الجوريزم عشان نحل المشكله دي. اول حاجه هنا بيقول هنجيب مجموعه من الايمجز عشان نعمل عليهم تريننج، في كل ايمج موجوده من الايمج دي هنطبق عليها الفاست الجوريزم عشان نجيب الانترست بوينت منها. By taking one pixel at a time and evaluating all 16 pixels in the circle. الكلام اللي اتكلمنا فيه من شويه، ناخد البكسل اللي في النص ونقارن مع البكسل اللي حواليها. لكل بكسل بي، يعني لكل بكسل، البكسل اللي هي في النص دي وكل بكسل بي، هعمل ايه بقى؟ اقارنها مع 16 بكسل اللي حواليها واخزن الكلام ده في الفيكتور ده. يعني مثلا هنا البكسل اللي في النص دي اللي هي لونها رمادي، يعني خلينا ننسى ده كده عشان تكون واضحه معانا. البكسل اللي في النص دي لونها رمادي دي اقارنها مع 16 بكسل الانتنسيتي بتاعتهم. فالانتنسيتي هنا ده ابيض 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 لحد هنا كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 اللي هم السبعه دول، هم السبعه دول. تمام. وبعد كده اسمر اسمر الاثنين السمر دول، وبعد كده جراي، وبعد كده اسمر، وبعد كده الباقي ابيض، جراي اسمر وبعد كده الباقي ابيض. فالفيكتور ده هو فيه ارقام بيعبر لي عن السيركل اللي هي موجوده حوالين البكسل اللي في النص. فالفيكتور ده بيكون ايه بقى؟ اللي انا بقارنه مع البكسل في النص ده عباره عن فيكتور اقدر ان انا اخده واعمل بيه تريننج باستخدام الديسيشن تري. زي ما هو بيقول هنا كده ذا 16 فاليوز سرودنج بيكسل بي، البكسل اللي حوالين البكسل اللي في النص هي متخزنه في فيكتور 4. بعد كده بيقول ستيب 4 ان احنا هنعيد نفس الكلام ده كله على كل البكسل اللي موجوده في كل الصور بتاعتنا. This vector B which contains ان الفيكتور B ده، الفيكتور B ده هو فيه كل الانفورميشن او كل الداتا بتاعتي ان انا استخدمه اعمل بي تريننج يعني. اوكي. وبعد كده هنا بيقول لك بليز نوت ذا ديفرنس بتوين بي بكسل، خد بالك يعني الفرق ما بين البي بكسل، البكسل اللي هي في النص دي اللي هي في حواليها دايره، والبكسل اللي هي اندر تيست، والبكسل الثانيه اللي هي البي عند بي ذا فيكتور. يعني هنا البي ده اللي هو بي ده فيكتور، بقول لك بي ذا فيكتور، ودي بيكسل، دي بيكسل اللي هي البيكسل اللي في النص اللي احنا بنعمل عليها التيست بتاعنا. وهنا يا جماعه بيتكلم في برضو النقطه اللي اتكلمنا فيها في الاول، ان كل بيكسل هتكون موجوده في الفيكتور هنا هنعمل عليها، او مش هنعمل عليها حاجه بقى، كل بيكسل يعني الفيكتور ده كده اللي هو فيه 16 بيكسل بتوعنا، امسك كل بيكسل منهم. هو اصلا كل بيكسل هنا بيكون ليها ثلاثه ستيتس، يعني يا اما البيكسل، يا اما ال 16 بيكسل دول، يا اما انا طبعا بقارنهم مع البكسل اللي في النص، فيا اما البكسل دي هتكون داركر زان البكسل اللي في النص، يعني هتكون اغمق منها، يا اما برايتر زان افتح منها، يا اما بتساويها. يعني الانتنسيتي بتاعت ال 16 بيكسل دول هيكون لهم ثلاث حالات دلوقتي، يا اما اكبر من البكسل اللي في النص يا اصغر منها، يا اما بتساويها. ده الكلام اللي هو هنا بيقوله في الستيب رقم 5، وبيقول لك تقدر ان انت تكتبها بشكل ماثماتكس اللي هو بالشكل اللي قدامنا ده، ان الستيت لكل بكسل، الستيت لكل بكسل من البكسلز اللي هي في الفيكتور بتاعنا اللي هو الفيكتور ده هيكون لها ثلاث حاجات، يا اما داركر، وهتكون داركر في حاله ايه؟ ان الاي بي ماينس الثريش هولد، يعني البكسل دي هتكون اصغر من او بتساوي الاي بي ماينس الثريش هولد. وده منطقي جدا، يعني البكسل اللي هي في الفيكتور دي اللي هي اي بي اكس لو هي اصغر من البكسل اللي في النص ماينس الثريش هولد يبقى البكسل دي غامقه، يبقى البكسل دي يعني مثلا هناخد البكسل دي مثلا يعني، بس دي مش غامقه، فناخد دي تقارنها مع البكسل دي ماينس الثريش هولد، لو الشرط ده اتحقق يبقى البكسل دي هتبقى اصغر من دي ماينس الثريش هولد، يعني البكسل دي هتبقى داركر. اوكي. بعد كده رقم 2 بيقول لك هنا هتبقى سيميلر في حاله ان البكسل اللي هي في الفيكتور بتاعنا اللي هي اي بي اكس هي في الفيكتور بتاعنا لو هي يعني اصغر من الاي بي بلس تي او اصغر من الاي بي ماينس تي هتبقى سيميلر، هتبقى شبه البكسل اللي في النص بالظبط، مش هيبقى فيه ديفرنس في الانتنسيتي هنا، فبالتالي دي مش هتبقى انترست بوينت بالنسبه لي. طب لو كان الاي بي بلس تي يعني البكسل اللي في النص بلس الثريش هولد
اصغر من الاي بي اي بي اكس، يعني هنا خد بالك ان البكسل اللي في نص المره دي هي اللي اصغر من البكسل اللي في الفيكتور، انما هنا كان العكس، ان البكسل اللي في النص كانت او هنا البكسل اللي في النص كانت اصغر من البكسل اللي في النص، هنا ماينس الثريش هولد، هنا بلس الثريش هولد. فطالما البكسل اللي هي اللي في النص اصغر من البكسل اللي هي في الفيكتور فهتبقى دي برايتر، يعني بكسل فاتحه شويه. فانا على الاقل من ال 16 بكسل اللي حوالين البكسل اللي في النص لازم يتحقق، مثلا لو هناخد 4 بوينت، لو هناخد 4 زي ما شفنا من شويه الارقام اللي هي كانت 1 3 5 13، لو حققنا منهم 3 بس، يعني لو في 3 بكسل قالوا ان هم داركر زان البكسل اللي في النص او برايتر زان البكسل اللي في النص، يبقى دي كده انترست بوينت بالنسبه لي، لازم 3 يتحققوا، وبعد كده تاخد بقيه ال 16 بكسل اللي هم ال 12 تبدا تكرر عليهم نفس العمليه تاني، حد يعني مثلا تاخد 4 زين 4 يعني 4 وبعد كده 4 وبعد كده 4 لحد ما تخلص 16 بتوعك، وكل 4 لازم تحقق منهم 3 ان في 3 يقولوا يا اما داركر زان يا اما برايتر زان عشان تقول ان دي انترست بوينت او كورنر. انا بحاول اوضح الفكره على قد ما اقدر، وخدوا بالكم من الموضوع ده بالتحديد مفيش ولا فيديو على اليوتيوب بيشرحه سواء عربي او انجليش، مفيش خالص يعني بجد، مع انه الجوريزم مهم جدا فحاجه غريبه يعني، حتى في المقالات والبلوجز والكلام ده المصادر فيه قليله، فانا بحاول اوصل الفكره على قد ما اقدر يعني. ولو انت حابب تضيف معلومه مثلا او حاجه ضيفها في الكومنتس. وهنا ستيب رقم 6 خلاص بيتكلم في الكلام اللي احنا قلناه، بناء على بيقول لك بناء على البكسل اللي هي او بناء على الستيتس للانتاير فيكتور بي، بناء على الفيكتور بي اللي فيه 16 بكسل بتوعنا هبدا اقسم بقى البكسلز بتاعتي، يا اما بي دي اللي هي يا اما البكسل دي هتبقى داركر، يا اما اس بي بي اس اللي هي هتبقى سيميلر، يا اما بي بي اللي هي برايتر يعني. اوكي خلاص كده عندنا الفيكتور، اقدر بقى ان انا استخدم الاي دي سي الجوريزم اللي احنا كنا شرحناه قبل كده في الديسيشن تري في قسم المشين ليرننج عشان ادخل بقى. بس الاول هنا رقم 7 بيقول ايه؟ هنعرف فاريبل اسمه كي بي، هنعرف فاريبل اسمه كي بي، الفاريبل ده هيبقى ليه قيمتين يا اما ترو يا اما فولس، هيبقى ترو في حاله ان البي كانت انترست بوينت، هيبقى فولس في حاله ان البي او البكسل اللي في النص اللي حواليها 16 بكسل ما كانتش انترست بوينت. بعد كده هيستخدم الاي دي 3 الجوريزم اللي هو ديسيشن تري كلاسيفاير تو كوري اتش سب سيت يوزنج ذا فاريبل كي بي، يعني هيستخدم احنا خلاص دلوقتي معانا قيمتين يا اما ترو يا اما فولس بالنسبه للكي بي دي اللي هي بتقول لي ان دي كورنر او مش كورنر بناء على 16 بكسل اللي حواليها. فانا هبدا هنا استخدم الكي بي دي وادخلها على الاي دي 3 الجوريزم وابدا انفذ الديسيشن تري بتاعتي واشوف دي كورنر ولا مش كورنر. رقم 9 هنا بيتكلم ان احنا هنبدا نعمل مجموعه كويريز عن البيكسلز بتاعتنا وابدا احدد اذا كانت هي كورنر او لا عن طريق الالجوريزم. طبعا احنا عارفين ان الاي دي 3 الالجوريزم بيشتغل بمبدا الانتروبي مينيمايزيشن، او كان برضو كنا بنتكلم في الانفورميشن جين والكلام ده كله يعني في الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه في ديسيشن تري. فاحنا هنعمل كويري على ال 16 بيكسل اللي موجودين في الدايره بتوعنا ونشوف ساتش اواي ذات ذا ترو كلاس از فاوند، ونشوف بقى ان في كلاس من الكلاسات اللي عندنا اتحققوا او لا، ان هي دي انترست بوينت او مش انترست بوينت. والميزه هنا ان احنا بنقدر نحدد اذا كانت انترست بوينت او لا من خلال ان احنا بنعمل مينيمم نمبر اوف كويريز، يعني بنسال نفسنا عن البكسلز دي اللي هي في الفيكتور بتاعنا اسئله قليله يعني. او هنا بيقول لك بطريقه ثانيه ان انت بتاخد بكسل بي او سوري بكسل اكس، يعني بتاخد اي بكسل من البكسلز اللي هي بتكون حوالين البكسل، بتاخد بكسل اكس من اللي هي موجوده في الفيكتور اللي بتكون حوالين البكسل اللي في النص اللي اسمها بي، وتشوف هل البكسل اكس دي هي فيها موست انفورميشن عن البكسل دي ولا لا، يعني هي بتوصف البكسل اللي في النص بشكل كبير او لا. وانا كاتب المعادله بتاعت الانتروبي بشكل ماثماتكس ال سي بلس سي داش لوج 2 سي بلس سي داش ماينس سي لوج 2 سي ماينس سي داش 2 سي داش لوج 2 سي داش. هنا السي دي هي بتعبر عن ايه؟ عن نمبر اوف كورنرز يعني، والسي داش هي بتعبر عن نمبر اوف نون كورنرز. وهنا يعني هيبقى بي جيفن كي بي از ترو، كي بي دي احنا عارفين ان هي لها قيمتين، يا اما بروبابيلتي ان هي تكون احتماليه ان هي تكون ترو فيبقى دي كورنر، ده اللي اتكلمنا فيه من شويه في الستيب رقم 7 هنا لما قلت لك عندنا قيمتين للكي بي، يا اما ترو يعني احتماليه ان هي تكون ترو هيبقى دي كورنر، احتماليه ان هي تكون فولس هيبقى دي مش كورنر. وانا شايف برضو ان هنا مش بس ان هي لا يعني الكي بي دي يا اما ترو يا اما فولس، ممكن يعني البكسل اللي في النص اللي احنا بنعمل عليها التيست ممكن تتساوى مع البكسل اللي هي موجوده في الفيكتور، ففي الحاله دي القيمه هتكون بزيرو.
فهو هنا بيقول ريكرسيفلي ابلاي ذيس انتروبي مينيمايزيشن، نطبق القانون ده على كل ال 3 سب سيت اللي احنا كنا قلناهم في الاول. 3 سب سيت اللي هم دول، اللي هم الثلاثه ستيت بتوع كل بكسل موجوده في الفيكتور بتاعنا. وهنا بيقول لك هنعمل ترمينيت، يعني هننهي العمليه بتاعتنا لما الانتروبي اوف سب سيت الزيرو، يعني لما القيمه تطلع لي بزيرو فانا خلاص هوقف البروسيس بتاعتي. يعني انت هتيجي تعوض في القانون ده بتاع ال اتش بي، لو القيمه طلعت لك زيرو فانت هتعمل ترمينيت للبروسيس بتاعتك. فبالفكره دي عن طريق الديسيشن تري والكلام ده كله، وان احنا بنسال نفسنا اسئله عن 16 بكسل، يا اما اكبر من او اصغر من البكسل اللي في النص، يا اما بتساويها. فبالطريقه دي احنا كده سرعنا، عملنا فاستر ديتكشن. نقدر بعد كده طبعا نعمل باستخدام الديسيشن تري فاستر ديتكشن لكل الايمجز بعد كده. يعني يجي بقى الستيب رقم 4 ان هو يطبق النون ماكسيمم سبريشن. هنا بمنتهى الاختصار يعني، لو انت عندك صوره والصوره دي مثلا عملت ديتكت، يعني مثلا ادي صوره اهي ودي البكسل اللي في النص اللي احنا بنعمل عليها التيست، وحواليها مثلا تخيل كده 16 بكسل، فهنا ممكن دي تبقى كورنر، ولما حرك على البكسل اللي جنبيها هنا واخد حواليها 16 قيمه يقول لي ان دي كورنر، وهنا يقول لي ان دي كورنر، فانا هنا محتاج اخد السترونج كورنر فيهم. يعني اطبق التكنيك بتاع النون ماكسيمم سبريشن اللي اتكلمنا عليه في الفيديوهات كتير قبل كده. النون ماكسيمم سبريشن بياخد اعلى قيمه بكسل من القيم الثلاثه دول مثلا، يعني مثلا لو البكسل اللي في النص دي الانتنسيتي بتاعتها اعلى من الاثنين اللي حواليها، يبقى هي دي اللي انا اخدها وتبقى كورنر بالنسبه لي. هي دي فكره النون ماكسيمم سبريشن، ده اللي هو بيقوله هنا. وبعد كده يبدا بقى يعمل ديسكرايب للالجوريزم بتاع النون ماكسيمم سبريشن. هيعمل معادله اسمها في، في دي هي بتمثل السكور لكل بكسل من 16 بكسل، يعني كل بكسل حوالين كل بكسل من 16 بكسل اللي حوالين البكسل اللي في النص هيكون ليها سكور اسمه في. يعني هيكون عندنا كده بالنسبه للبكسل اللي في النص مثلا في الصوره اللي شفناها من شويه، هيكون عندنا 16 قيمه للفي، بتمثل 16 قيمه للسكور. فازاي هيحسب القيمه بتاعت الفي دي؟ الفي دي عن طريق ان هو يحسب ابسولوت ديفرنس ما بين البكسلز اللي هم 16 وما بين البكسل اللي هي موجوده في النص. وهنا بيقول لك تخيل ان احنا عندنا قيمتين للانترست بوينت موجودين جنب بعض زي ما احنا اتكلمنا هنا كده، وهنعمل ما بينهم كومبير بالنسبه لقيمه الفاليو، يعني عشان اخد اكبر قيمه فيهم يعني. واعمل ديسكارد يعني اعمل البكسل اللي هي هيكون ليها سكور قليل او لور في فاليو. وهنا كاتبها بشكل ماثماتكس اللي هو الفي ايكوال ان انا هاخد الماكسيمم مره اجيب الابسوليوت، اعمل البكسل فاليو اللي هم 16 بكسل اطرحها من البكسل اللي في النص، واعمل الابسوليوت بقى اللي هو عكسه البكسل اللي في النص اطرحها من البكسل الفاليوز اللي هم 16 قيمه، وهاخد الماكسيمم من الاثنين دول. يعني هنا لو الفاليو اللي هي البكسل اللي هي في الفيكتور بتاعنا اللي هم 16 قيمه اللي موجودين، لو هي اصغر من البي اللي هي البكسل اللي في النص، سوري الفاليو ماينس البي، لو هي اصغر من التي اللي هي الثريش هولد بتاعتنا اللي احنا حددنا للماكسيمم سبريشن، يبقى لو هي اصغر يبقى انا هاخد القيمه دي. اوكي، لو هنا العكس اللي هو الابسوليوت البي ماينس الفاليو اللي هي البكسل اللي في النص هطرحها من كل قيم البكسلز اللي موجوده في الدايره بتاعتنا، يبقى البكسل اللي في النص ماينس الفاليو سوري لو هي اكبر من التي، لو اكبر من التي، وهنا لو اكبر من التي انا هاخد القيمه الماكسيمم اللي هتطلع لي من هنا، يعني اللي هو الكلام اللي هو بيقوله. وطبعا بنعمل سمشن عشان نطبق كل الكلام ده على كل ال 16 بكسل اللي موجودين. يعني بمنتهى البساطه بتاخد البكسل اللي في النص تطرحها من البكسل تاخد البكسل اللي في النص او تطرحها من ال 16 قيمه اللي موجودين، وبعد كده تقارنها مع الثريش هولد تشوف هي اكبر من الثريش هولد او لا. وهنا برضو نفس الكلام ال 16 بكسل اللي موجودين ده العكس بقى اللي هو الابسوليوت ديفرنس، تطرحهم من البكسل اللي في النص وتشوفوا هل هو اكبر من الثريش هولد او لا، وتاخد الماكسيمم من الاثنين اللي هيطلعوا لك دول عشان تعمل نان ماكسيمم سبريشن. هنا هو بيتكلم ان البي هي البكسل اللي في النص والتي هي الثريش هولد ان احنا نعمل ديتكشن باستخدامها يعني للانترست بوينت بتاعتنا، اند بيكسل فاليوز كورسبوند تو ذا انكونتيجوس بيكسل ان ذا سيركل، ان احنا نعمل كل الكلام ده على ان كونتيجوس بيكسل اللي موجودين في السيركل بتاعتنا كلهم يعني. وهنا طبعا بيتكلم ان انت تقدر تحسب الكلام ده اللي هو السكور بتاعك اللي هو البي بطريقه ثانيه، يعني مش شرط ان انت او الترنيت ويز اولسو طريقه معدله غير الطريقه دي، بس الكلام ده مش هيفرق معانا كتير. يعني المهم ان احنا نفهم الكونسيبت بتاع الالجوريزم شغال ازاي، والتنفيذ هيكون بسيط يعني بالكود ان شاء الله.
ده طبعا صورة جايبها باستخدام عامل فاست كورنر ديتكشن، استخدم 9 بوينت، استخدم 9 بوينت من ال 16 بس اللي هم الاحمر دول، وهنا نون ماكسيمم سبريسد كورنرز. النقط الخضراء دي، النقط الخضراء دي اللي هي النقط اللي هو اللي احنا المفروض نشيلها، اللي احنا نطبق عليها النون ماكسيمم. فانت لما تشيلها هيبقى معاك اللي هم النقط الحمراء بس اللي هي الكورنرز بتاعتك. فانت قدامك الاختيار في الكود برضو لما تيجي تعمل تشتغل على الالجوريزم ده، انت بتحدد هل انت هتشيل البوينت وتطبق النون ماكسيمم سبريشن، ولا هتسيب البوينت اللي هي الخضراء دي ومش هتطبق الالجوريزم ده. هنا في ستيب رقم 5 هيتكلم في السبيشال تمبورال انترست بوينت ديتكشن يوزنج فاست. يعني ده تكنيك يعني معمول له اكستند من الفاست، يعني الفاست تم تطويره شويه وعملوا الجوريزم ثاني اسمه الفي فاست. الفي فاست فكرته ان انت بيكون عندك 3 دايمنشنز، بيكون عندك الاكس والواي والتايم. وده فكرته بقى ان انت بدل ما كنت بتاخد يعني كنا بنتكلم شويه في الفاست ان احنا عندنا بكسل في النص وبناخد 16 بكسل حواليها ونقارن مع بعض، هنا لا احنا مش هناخد دايره واحده، ده احنا هناخد 3 دواير حوالين البكسل اللي في النص، او زي ما هو بيقول كده consider 3 circles surrounding the interest point. فانت عشان عندك 3 dimensions هيبقى عندك اكس واي بلين واكس تي بلين وواي تي بلين، وبعد كده ان انترست بوينت از ديتكتد، ان احنا هنعمل ديتكت للانترست بوينت بتاعتنا دي اذا كانت هي انترست بوينت او لا، وان ذا فاست الجوريزم كريتيشن او كرايتيريان از ساتسفايد ذا is satisfied in the xy plane and in one of the x in one of xt and yt plane. يعني لازم اتنين يتحققوا، ان انت لو السيركل اللي هي xy انت عندك او البلين اللي هو xy لو اتحقق وواحد من الاثنين دول اتحققوا اللي هو xt او yt اتحققوا، يبقى دي interest point. يعني انت بدل ما يكون عندك مثلا، هنتكلم ان ادي صوره اهي وهنا الانترست بوينت بتاعتنا، ده مثلا اللي هو xy بلين. اوكي عندك صوره ثانيه هو قال ان في ايه ثاني اكس تي بلين، ادي الاكس تي بلين وادي ايه البكسل اللي في النص، وادي كمان بلين اللي هو الواي تي بلين. تمام، فاحنا هناخد 16 بكسل حوالين دي و16 حوالين دي و16 حوالين دي ونبدا نقارنهم مع بعض، ولو اثنين بس اتحققوا هنا بيقول لو الاكس واي ده اتحقق يعني الفيكتور بتاعه اتحقق بعد ما خدنا 16 بكسل وعملنا كل البروسيس اللي احنا شرحناه من الاول ودخلنا على الاي دي 3 الجوريزم، لو اكس واي اتحقق واحد من الاثنين دول بس اتحقق يبقى ده كده بيمثل انترست بوينت، وده بيكون اسرع اللي هو الفي فاست، اسرع من الفاست بكتير زي ما هو بيقول هنا كده، اللي هو بيستخدم في حاجات برضه زي الموفنج ليبل والدايناميك اوبجكتس والكلام ده. وهنا خلاص بقى بيتكلم على فائده الالجوريزم ده، ان هو انترست بوينت كان هيلب بتساعدنا ان احنا نعمل ايدنتيفاي للوكال ريجون اوف انترست which can be tracked over time. اوكي فهنا بقى حاطط الريفرنسز دي البيبرز يعني اللي هي الاكثر انتشارا بالنسبه للالجوريزم ده. اتمنى ان احنا نكون فهمنا على الاقل 80 90% من فكره الالجوريزم. برضه هحط لك المصدر ده تحت تبص عليه، وان شاء الله طبعا هنطبق على الالجوريزم ده، نشوف كود نطبق عليه في فيديو تاني بقى عشان الفيديو دوت ما يكونش طويل قوي. وشكرا والسلام عليكم.